السلام عليكم خوتي، تحياتي لكل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. غريبة كرة القدم صراحة، عندنا ما نفهموش، كاين اشياء اللي عاد تخليك في دهشة وفرجة. نقولو كونتي الدبابة كاسحة الالغام، من احسن اللاعبين اللي في العالم في وسط الميدان، خاصة الوسط الميدان الاسترجاعي في العالم، معرض للبيع، راحين يبيعوه تشيلسي. بسبت واش حابين يجيبوا لاعب، زوج لاعبين، لاعب بهدلو محرز كان يلعب في ليستر اريير غوش، ده ادروات اي غوش، ولاعب يلعب في الدوري الالماني، ماهوش يعني لاعب باير ليفركوزن، لكن اعلام المانيا قوي، قلبوه احسن حتى من ميسي. شي غريب كرة القدم والله، يعني شي غريب. في ذا سان نبداو نتكلموا على الخبر هذا. في ذا سان كانتي، تشيلسي، اداره تشيلسي مستعده لبيع اللاعب لتمويل مزيد من الصفقات ولا التحويلات. باع تيمو فيرنر اللي 53 مليون جنيه استرليني، لاعب لايبزيغ، اللي بالخبر هذا تقدروا تقولوا 95% سعيد بالرحمة خارج تشيلسي، سعيد بالرحمة خارج تفكير إدارة تشيلسي ولا لامبارد. اللي راح يبيع لامبارد راح يبيع نقولو كانتي، كاسحة الألغام، نقولو كانتي راح يبيعوه ويفرقوا فيه باش يجيبوا واحد ألماني وواحد أريال غوش بهدلو محرز دا أدرواتي أغوش. تيمو فيرنر اللي جابوه ب 53 مليون جنيه استرليني، تعاقدوا معاه رسميا بالامس، يحوسوا يجيبوا هذا اللي اسمها كاي هافرتس اللي لعب في بوروسيا ليفركوزن. والله العظيم خوتي، يعني مش انقاص من قيمه اللاعب، الشيء اللي كان يديره اسحاق بن فضيل العام اللي فات ما يلحقش هذا الربع نتاع اسحاق بن فضيل. هذا كاي هافرتس، باير ليفركوزن، الشيء اللي كان يديرو اسحاق بالفوضين وين يبان هذا قدام؟ يبانش خلاص. بصح اسحاق بالفوضين احنا نعرفوا الاصابه، بصح قبل الاصابه ما كانوش تشيلسي تحب تشريه ولا، بصح هذا حابين يبيعوا نقولو كونتي كاسحة الالغام، احسن وسط ميدان دفاعي في العالم، راحين يبيعوه باش واش؟ ما قالوش قال عن نشرو كاسيميرو ولا عن نشرو بوسكاتش ولا، راحين يجيبوا لاعب اريير غوش، شيلويل هافرتس وتشيلويل. لا ليفركوزن هو هافرتس وتشيلويل تاع ليستر اللي بهدلوا محرز، بهدلوا ويبيعوا نقولو كونتي. الخبر هذا انا كي سمعته جاتني صدمه صراحه، يعني نقولو كونتي واحد يقول لي اصيب وكان في البليسير كان في الاصابه وما لعبش مليح العام هذا. انا فرجت مقابله واحده تغنيني على الشامبيون كامل، نظن خاوتي شفتوها المقابله اللي لعبها كونتي كونتر ليفربول، احسن فريق في انجلترا اللي معيد الدوري الانجليزي، كلاهم في الميليو، كلاهم كونتي وحده، كلاهم ليفربول، ما دراك ليفربول، كلاهم لاعب واحد هو نقولو كونتي، هذا يتباع يا سيدي. راه العام كامل كان ابسون، لعب مقابله واحده نسادنا في كامل المقابلات، كلام المليو كلام، هذا يتباع وتجيب لي في بلاصه واحد شيلوال يلعب الدوري الانجليزي، واحد كي هافرتس ولا وش اسمه تاع ليفركوزن اللي اسحاق بالفضيل احسن منه بمستويات بدون عاطفه ولا. اذا بعد ما تكلمت ذا سان، ذا مترو ايضا نيوز ايضا اتطرقت لا تبهديل. راه بالنسبه لي ان واحد كيما نقولو كونتي يبيعوه سي لامبار على جاب كاي هافرتس وبين شيلويل، هذا والله غير بين شيلويل، انا حبيت نفهم برك فارس خير منه، بن 70 يهارب عليه بسنوات ضوئيه، غلام لو كان في الفورما نتاعو كيف تشريه تشيلسي بن 70 ما يفكروش فيه، فارس ما يفكروش فيه، عاد من إصابة، غلام كيف ما نحكوش على العروسي، عروسي جان جاي
جاي طالع جديد، هذا مكامل ما يشوفوهمش، ويشوفوا بان شيلوال دولي انجليزي. انا شفتو بان شيلوال بهدلوا محرز ادرواتي اغوش، مش غير محرز، العديد من المهاجمين، ماني صلاح بهدل هذا شيلوال، ماني كيف كيف بان شيلوال. تذكروا هذا الاسم مليحه، مش ما تقولوش ما قالها ما كانش منعها، بان شيلوال وكاي هافرتس رايحين يبيعوه، رايحين يشروه على جلوة باش يبيعوا كانتي، يشرو هذا من الزوج. نقولوا كانتي الدبابه راح يتباع على جال هذا من الزوج. هذه في مترو نيوز، يعني اخبار هذه رسميه. ذو صان كي تقول لك الخبر، ذو صان عندها مصداقيه، تزيد تسمع مترو، مترو معروفه، مترو نيوز ايضا طرقت الخبر، قال لك بعد ما شراو تيمو فيرنر ب 53 مليون جنيه استرليني، ومن بعدها دوروا صحيفه تايمز يعني ادرت على نقولوا كونتي ايضا حابين يبيعوه على جلوه، على جل بان شيلوال رايحين ايضا يحوسوا يبيعوا. انا كنت بيع جيرجينيو مقبوله نتاع نابل، انا بالنسبه لي ما عجبنيش. اوليفي جيرو تاع الاتاكون تاع ليكيب ناسيونال تاع لا فرونس كيف كيف، بصح باش تبيع نقولوا كونتي على جال انجو اريار غوش اللي بهدلوه لي جوار كامل في الشامبيونات تاع الانجليز، وعلى وجيب وكاي هافيرتس هذا اللي اسحق بالفوضي احسن منه بسنوات ضوئيه قبل ما يتصاب، علاش منش عارف. ان شاء الله ما تكونش عنصريه فقط، لان انا كنت تكون عنصريه شي كارثه حقيقه، والله لا كارثه في انجلترا. مدرب يفكر بالتفكير هذا، كونتي نبيعو ولا جاب باش نشري اريار غوش. نفس الشيء صحيفه ذا ميرور، تمويل انتقالات كاي هافرس وبين شيلول، ها بين شيلول هذا الاريار غوش تاع ليستر، شيء غريب. قلت لكم كرة القدم هذه ما جيت تفهم الدوخ. ونقولوا كونتي تشيلسي جاهز للبيع، يعني يبيعوا نقولوا كونتي باش يشريو بين شيلول اريار غوش اللي بهدلو، اللي بهدلو مش غير محرز، هو الجوار كامل تاع البريمير ليغ. وكاي هافرتس اللي قلت لكم بالفوضي، ارجعوا شوفوا انا من هضر، انا هضر نقول لك تخرف علينا خاوتي، ارجعوا بالارشيف شوفوا العام اللي فات قبل ما يتبلي صاب اسحاق بالفوضي، شوفوا اسحاق بالفوضي وشوفوا هذا كاي هافرتس، وكومباريو رواحكم، كومباريو رواحكم. ما نقولكمش انا نفرض عليكم رايي ولا، شوفوا رواحكم كاي هافرتس وشوفوا اسحاق بالفوضي. واحد تشيلسي راح يبيع نقولوا كونتي على جالو، واحد جوار اللي بهدلوه لي اتاكون، لي اتاكون تاع البريمير ليغ بهدلوه، رايحين يشروه على ويبيعوه نقولوا كونتي بين شيلوال. شفتوا التفكير تاع، ان شاء الله ما يكونش تفكير كما قلت، نعاود ان شاء الله ما يكون تفكير عنصري، ما تدخلش في العنصريه. نقولوا كونتي نقولها ونعاودها، من احسن وسط ميدان دفاعي في العالم، في العالم نقولوا كونتي، سميه مش سميه دبابة، سميه كاسحة الغام، سميه كما تحب. نقولو كونتي يبقى نمبر وان في الميليو ريكيبيراتير. ما تقول لي لا أمام حتى كاسيميرو ولا بوسكيتس، ولو حتى عاد تغلط اشري هذا من الزوج كاسيميرو بوسكيتس وتبيع. نقولو كونتي شوية مقبولة، ما باش تجيب لي اريار غوش لي شامبيون تاع الانجليزيز اتاكون كامل فاتوا من فما اوتوروت، اوتوروت بين شلوال اوتوروت طالعين هابطين عليه، وتشري جوار اللي يعني بان غير هذه في وقته، بان هذا كاي هافرتس بان في الكورونا، في المقابلات اللي لعبتها بالدوري الالماني بلا جمهور في الكورونا بان شوي، كاين جوار خير منه. سعيد بالرحمه باش نغلق الموضوع هذا، سعيد بالرحمه باقي في النادي نتاعو، اخر اخبار باقي في النادي نتاعو، وربما راح يكون اذا انتقل النادي نتاعو للبريمير ليغ راح يلعب مع النادي نتاعو للبريمير ليغ، خاطر النادي نتاعو برينفورد راح يلعب البلاي اوف، الى تكاليفيو راح يلعب مع ليكيب تاعو يكمل معها، الى ما تكاليفيوش زوج اسامي هذوما اتذكرهم، استون فيلا وليستر سيتي، استون فيلا وليستر سيتي هذو من الزوج اللي رايحين ممكن يتعاقدوا مع اللاعب
سعيد بن رحمه، نتمنى التوفيق لسعيد بن رحمه، لكن تبقى يبقى قرار لومبارد بيع نقولو كونتي اغرب قصص كرة القدم. انا بالنسبة لي صراحة نقولو كونتي تبيعه وتشري واحد يقولوا له كاي هافرتس، وتشري واحد بين شلوال اللي انجلترا كل عقبت عليه من الجهة هذيك تاعو، هذه كبيرة ياسر. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.